مثلا، هذا كمثال فقط، والا قيس عليه انت لا يجي. يعني فقلت لك اذا انت مسؤول صيانه في مصنع ولا كذا بتشوف الشغل، اذا ما عندك بيانات ما تقدر انك تعمل دراسه. تمام. فلذلك مثلا يعني اضرب لك مثال مثلا انك تعمل دراسه، يعني دكتوراه مثلا بالطب في اي دوله اوروبيه اسهل ب 1000 مره من انك تعمل دراسه هنا في اليمن، حتى لو حصلت المشرف. مش حصلت قصه المشرف، لا. يعني لو اعطي لك مثال، لو انت مثلا طبيب جراح يعالج الكبد مثلا، وتشتي تعمل دراسه مقارنه ما بين يعني معالجه امراض الكبد هذه باستخدام الجراحه ولا باستخدام الراديو ثيرابي ولا الكيميو ثيرابي، عندك ثلاث طرق ممكن تستخدم، ممكن تستخدم الحقن الكيميائيه، وممكن تستخدم الجراحه، وممكن تستخدم الاشعه، ايهما الطريقه الانجح؟ هنا كيف قل لي؟ هل عندك لما تروح لاوروبا مثلا لاي مستشفى في عندهم تقول لهم انا مش اشتري امراض كذا امراض الكبد، اذا بيكون بالارشيف هذا حق امراض الكبد، اشتري الناس اللي عندهم قديم وموجوده بالحاسوب كل شيء قديم يعني حوسبه في كل شيء، اشتري مثلا امراض الكبد بيطلع الاورام وتفرز هذه الاورام، طيب اشتري بعدين الاورام التي عولجت جراحيا هذه، شوف كيف انه كيف كانت النتائج، تعمل لهم دراسه مقارنه ثم تشوف اللي عولجت بالاشعه واللي عولجت بالكيماوي. تمام، اذا تشوف وين كان في فتره وجيزه نسبيا انك تعمل الدراسه هذه، لكن تخيل انك تشتري تعمل هذه الدراسه هنا باليمن، هل في مستشفى عنده قاعده بيانات؟ ولا شيء، صح ولا هنا تكون المشكله. مشاكل المدارس هنا باليمن، في طلاب يتهربوا يعني بيهربوا من المدارس، هل احنا عارفين ايش الاسباب؟ احنا نقدر الاسباب تقديرا من عندنا، صح ولا لا؟ لكن ما احناش قادرين ايش الاسباب الفعليه، بينما لو كان مثلا في ارشيف بالمدرسه وفي اخصائيين اجتماعيين بيدوروا مشاكل الطلاب هذا واللي يهرب، وايش السبب؟ قد يكون سبب مثلا يعني مشاكل في البيت، قد يكون مشاكل ماديه، قد يكون خلاف، وقد يكون الطالب هذا مثلا يعني بدا ينحرف، هل احنا مثلا دارين انه مثلا كم المدمنين مثلا المخدرات عندنا هنا؟ نعتقد كذا انه احنا لانه كل واحد يقيس على نفسه، فالحمد لله احنا ما احناش مدمنين ولا حاجه، فنعتقد انه الناس ماله انه ما فيش عندنا ادمان. هل هذا صحيح؟ يعني تفاجأت مرة أنا قبل يمكن 6 أو 7 سنوات جاءوا قبل الحرب حتى قبل 2011 جاءوا من منظمة الصحة العالمية هنا عملوا محاضرة للطلاب المدرجها جمع الطلاب كذا ويلقوا فيهم محاضرة توعوية تابعة لمنظمة الصحة العالمية ف يعني أنا ذهلت حقيقة حضرت المحاضرة هذه ذهلت من عدد المصابين بالإيدز عندنا ما كنا نعرف على فكرة يعني إحصائيات الدولة كانت في حينها تتكلم على 12,000 مصاب باليمن كامل عدد قليل 12,000 بين 25-26 مليون في حينها عدد قليل لكن هي الطبيب نفسه يشكك بالعدد هذا بشكل كبير يقول لك يعني صادف واحدة من الأمراض هنا في تعز واحدة كانت أثيوبية بسنة مركزية راحوا قابلوها ما رضيتش تعترف لهم أول كم يعني مارست البديل هذه مع كم شخص لكن لما طمنوا لي انه فقط هي اضرار صحيه وكذا ويعني واعطوا لي فلوس وكذا فبديت يعني اطمنت كذا تقول لهم يعني قالت مش عارفه بالضبط لكن قالوا لي 100 طالب اكثر 200 اكثر 300 اكثر 400 طالب احتمال هذه اللي صارت 400 شخص هذه واحده بس اذا في ناس كثير هنا بيموتوا قد ايش السبب؟ التهابات بالدم هل هو التهابات بالدم اللي احنا شغالين معه؟ لانه هل يعتمد فحوصات؟ فصارت حق الاتش اي في هذه الفيروس حق الايدز مكلفه وبالتالي ما يعملوش فللامانه فقلت لك ما فيش عندنا بيانات لذلك لا نستطيع ان نبني اي شيء حتى اي مسؤول مهما يجي مفلس وكذا يشتي يبني من الصفر قائد البيانات بتساعدك بشكل كبير جدا لاعداد الدراسات والدراسات بعدين هذه تكون يعني ايش الجايد بالنسبه لك انه بترشدك ايش اللي تعمله صح ولا لا؟ طيب يعني فقلت لك المهددات هنا المهددات انه يعتمد هل انت يعني انا اللي انا بشوفها يعني حقيقه كذا هذه المهددات كثيره هنا لكن هل هي كل ممكن تكون مهددات؟ يعتمد على يعني ايش الحاله اللي احنا بندرسها؟ في بعض كثير من الحالات اقول لك انه يعني عادي
تشوف انه ما فيش اي محددات بالنسبه يعني فيها. طيب فيسز اوف انوبريشن ريسيرش ستادي ايش هي؟ الخطوات اللي احنا بنمشي فيها الان على اساس انه نحل مشكله يعني او دراسه مرض العمليات. اولا بروبلم فورميشن، صياغه المشكله الاولى، ايش المشكله اللي معك؟ لابد انك تعرف انك المشكله قبل حتى هذا من البروبلم فورميشن، يعني اولا انه هل في مشكله ولا ما فيش مشكله؟ صعب يعني شوف يعني اذا الانسان مش مقتنع انه في عنده مشكله هل ممكن انه يحسن وضعه؟ اذا اولا لابد انك تعترف انه في مشكله هنا، اذا اعترفنا بوجود المشكله هذه بعدين البروبلم فورميشن صيغه المشكله، لانه قد تجي مثلا الانسان مثل المريض تماما شوف مثل المريض تماما تروح عنده احيانا مش عارف ايش انه ايش انا كل يوم دخلت على الدكتور يقول لك انا كل يوم دخلت ما يعني ما يعطيكش معلومه. كذلك انت يعني كخبير مثلا في غرفة العمليات تروح مثلا لصاحب مؤسسه ولا صاحب يعني اي مصلحه في عنده مشكله، ايش هي المشكله اللي عندك؟ انا اشتري زي الارباح، اوكي بابا المشكله في يعني انت تجلس تستنبط وكذا لما تاخذ البيانات كامله منه وقد لا يعرف انه يعني يصيب المشكله هذه. تمام؟ هذه اذا الفيز 1 البروبلم فورميشن، سكند كونستراكشن اوف ذا ماثيماتيكال موديل بناء الموديل الرياضي. ثالث ديرفيشن اوف ذا سوليوشن اشتقاق الحل. Next اللي testing of the model and solution تختبر الموديل هذا والحل هذا هل بيعطي لك يعني نتائج متوافقه مع الواقع ولا احيانا قد تكون بنيت الموديل الرياضي هذا قد تكون بنيته خطا وبالتالي بيعطي لك نتائج بعيده عن الواقع. انت صاحب الديسيجن ميكرز هذا هو اللي بيقرر بيحكم هل هذه معقوله ولا مش معقوله النتائج. تمام اللي بعده استبلشنج كنترول اوفر ذا سوليوشن كيف تتحكم بالحل هذا؟ يعني ما هي العناصر اللي من خلالها استطيع ان اتحكم بالحل زياده او نقصان؟ امبلمنتيشن اوف ذا فاينل بزنس يعني حصل عندك هذه الحلول هذه خلاص تعرضها بعدين انت كخبير بالاوبريشن ريسيرش تعرض النتائج هذه على الديسيجن ميكر وهو بيختار بعدين يعني اي واحده بترسمها. نبدا الحين نشوف ديفاينينج ذا بروبلم. شوف الحين احنا كنا اول بالفيز اوف ان اوبريشن ريسيرش ستدي تمام هنا الان احنا بندخل الان بالتفاصيل هنا بالبروبلم فورموليشن هنا اللي هو ديفاينينج ذا بروبلم او تعرف المشكله. الريال بروبلمز موست براكتيكال بروبلمز انكاونتر باي اوبريشن ريسيرش تيمز ار انيشيالي ديسكرايبد باي افيك and precise way. يعني المشاكل اللي بتعرض عادة لك أنت كخبير بحوث العمليات بتعرض بطريقة غير واضحة بطريقة مبهمة وغير دقيقة. تمام؟ فلذلك أنت تحتاج إلى أنك لا هو بيقول لك زي ما قلت لك لما تروح عند الدكتور تقول له كل يعني أنت الطبيب يجي يقول لك المريض يقول لي أنا مدغدغ كلي انت مش ما فهمتش حاجه ما انتش داري ما بتاخدك كل واحد يشعر بالالم سواء كان عنده صداع ولا عنده حاجه كبيره يعني تمام او مرض خطير ولا كذا هو بيشعر لا فدائما هذه بتحصل يعني remember that an operational research team often works as an advisory capacity. The OR team are not given a problem and asked to solve it. They should first recognize it, get the optimum solution and advice management. هذا الكلام اللي احنا بنقوله شوف يعني الاو ار تيم هذا فريق البوبليشن ريسيرش هو بيشتغل في عمل يعني في وظيفه استشاريه استشاريه مش يجيش واحد والله يعطي لك المشكله كذا على طبق من ذهب كذا وانت تحله وتوجد الحلول الاوبتيمال سوليوشن لا ماشي ايش اولا انت ضروري ما تتعرف على المشكله من خلال استنطاقك لصاحب المشكله تستنطق ايش اللي تشتري وبناء على ما يريده تاخذ يعني تساله بحيث تحصل على البيانات اللي انت تريدها علشان تساعدك لوضع على وضع النموذج الرياضي المناسب لحل هذه المشكله اللي وش يحلها. ثم يعني
إذا تعرفت على المشكلة، بعد ما تعرفت على المشكلة تماما من خلال المقابلات ستضع the formulator الآن the problem يعني أو linear problem، تضع النموذج الرياضي ثم تحل هذا النموذج الرياضي وتحصل على الحل الأمثل له، ثم تعرضه على المانجمنت على الإدارة وهم يتخذوا القرار. أنت مش عليك اتخاذ القرار، أنت توضح له كم النتائج وهو اتخذ القرار. Establishing the appropriate objectives is a very important aspect of this stage. يعني إنه تحديد الهدف، تحديد الهدف من حل المشكلة يعتبر هذا يعني مفهوم أو نقطة مهمة جدا في هذه المرحلة. طبعا الدراسات هذه ممكن تكون يعني موجهة لمن؟ تكون موجهة للأونرز أوف ذا بزنس، لأصحاب الأعمال، للإمبلويز، للموظفين، للكاستمرز، تمام، للسبلايرز، للجفرمنت، للناتشر أند إنفيرمنت. يعني يعني باختصار كده إنه الأوبريشن ريسيرش ممكن إنه يستخدم في جميع المجالات التقنية، في جميع المجالات والمرافق. طيب تايبز أوف مودلز يعني أنواع النماذج، تمام. إحنا اللي بيهمنا هنا النوع الثالث، هنا عندك الايكونيك اور سكيل مودلز، وفي عندك الانالوج مودلز، وفي عندي الماثيماتيكال مودلز. احنا بنتكلم هنا عن الماثيماتيكال مودلز، هذا بالنسبه للنوع الاول هنا، تمام. هذا هو يعني النماذج الفيزيائيه اللي احنا بنتكلم عنها، تمام. احنا هنا لن نبني نماذج فيزيائيه، احنا ما ندرسش ظواهر فيزيائيه بقدر ما ندرس احنا شو مرافق مرافق. فبيهم احنا هنا انه كيف تضع للمرفق حقك هذا ماثيماتيكال مودلز، ومش كل مرفق ممكن نعمل له ماثيماتيكال مودلز، والا النماذج التماثليه هنا ما فيش عندك انت حاجه بتعمل لها هنا. النماذج التماثليه يعني عباره عن اشارات، عن اشارات الويفز، ما فيش عندك. طيب كلاسيفيكيشن اوف سمبل مودلز، السمبل مودلز النماذج الرياضيه تحديدا هذه اللي تكلمنا عليها هنا، النماذج الرياضيه هذه ممكن تكون بعدين هنا انه نورماتيف فيرسس ديسكريبتيف، قد تكون نماذج وصفيه او قد تكون نماذج طبيعيه، قد تكون ديترمينستيك محدده وقد تكون ستوكاستيك. ستوكاستيك العشوائيه او هنا تكون محدده. طبعا ايش الفرق بين المحدده والعشوائيه؟ انه المتغيرات هنا يعني بتتم بشكل محدد، بينما هنا المتغيرات بتتم بشكل عشوائي. قد تكون النماذج هذه ستاتكس او قد تكون داينامكس، تمام. يعني الداينامكس والستاتكس الفرق بينهم انه المتغيرات هنا في الداينامكس، المتغيرات الديسيجن فاريبل هنا بتكون تعتمد تتغير مع الوقت، تعتمد على الوقت، بينما هنا بتكون ثابته مع مرور الوقت. هذا الفرق بينهم. طيب structure of mathematical models decision variable and parameters، هذه احنا ندخل الان في الكلام المهم، من الان بدينا بالكلام المهم. شوف الماثيماتيكال موديل اللي احنا بنبنيه بيتكون من ثلاث اشياء مهمه في غايه الاهميه. اول حاجه decision variables، متغيرات القرار، تمام، المتغيرات في المساله اللي بنسميها decision variables and parameters. بعدين المكون الثاني structural constraints or restrictions، القيود. في كل مسألة بيكون في عندك متغيرات اللي رقم واحد، وفي يكون عندك قيود، قيود في المسألة هذه. القيود هذه قد تكون مرتبطة بإيش؟ قد تكون مرتبطة هذه بساعات عمل محدودة عندك، هذا قيد. موارد محدودة عندك، الفلوس محدودة عندك، تمام، المواد الخام محدودة عندك، تمام. إذا هذه كلها تشكل لك قيود، ما تخليكش انك تزيد من الانتاج حقك الى ما لا نهايه. في عندي كمان المكون الثالث والاخير الاوبجكتيف فانكشن، دائما الهدف، ما هو الهدف الذي تسعى اليه؟ ما هو الهدف الذي تسعى اليه؟ دائما الهدف. طيب scientific approach to
managerial decision making characterized by its use of mathematical model study is undertaken to help in solving decision problem. يعني هذا اللي قد ذكرناه. When do we need operational research؟ متى نحن نحتاج إلى operational research؟ إذا كانت المشكلة بسيطة ما تحتاج إنك تستخدم كل الموجب وتحله ومش عارف إيش، المشكلة بسيطة قد بتحلها حتى أحيانا بدون كتابة بدون شيء، يعني نفكر فيها كذا وحلها. إذا نحن نحتاج إلى operational research يعني عندما البروبلم هذه when problems get complicated عندما تتعقد المشكلة. Involve trading of quantifiable factors. تمام. وإلا required comparison of qualitative with the quantitative measures. تمام. تشتري للمقارنات هنا. ولا involve uncertainties. لما يعني بالذات هنا لما يكون في عندك عدم تأكد حالات عدم التأكد هنا أنت بتلقى لي لبحوث العكس. هنا بيوضح لك الشيء في عندك يقول العالم الحقيقي انت بتحاول تعمل العالم الحقيقي هذا التنم او الظاهره الحقيقيه او المرفق الحقيقي هنا الريال وورد تمام ممكن انك تعمل له ابستراكشن انك تبسيط هنا الى شو الى اختصار تختصره على شكل معادلات على شكل معادلات تقوم تستخدم المعادلات هذه او قد تكون معادلات قد تكون متباينات متراجعات تمام ولا لا تقوم تستخدم هنا بحوث العمليات للتعامل مع هذا الابستراكشن ثم بتشوف انت النتائج قد تكون اذا كانت النتائج مناسبه لما هو فعلا بالواقع فبها ونعمت والا ترجع تغير فين؟ الابستراكشن ترجع ببناء النموذج بشكل صحيح. Operation research here, there and everywhere. Operation research has been extensively used to help decision makers in the private sector. مثل ايش؟ مثل ايش؟ مثل في مجال المانيفاكتشرنج الديستريبيوشن سيرفيسز. تساعدك انت كمتخذ القرار انت صاحب شركه تصنيع او شركه توزيع او شركه خدمات تقدم خدمات. مثل ايش شركه تقدم خدمات؟ الهوتيل الفنادق تقدم خدمات. المطاعم. المطاعم تقدم خدمات. المستشفيات تقدم خدمات ولا لا؟ تمام، اذا هذه كلها تندرج تحت ايش؟ تحت السيرفيسز. تمام، اذا بامكانك انك تستخدم العمليات في كل المجالات. The public sector, non-profit organization، المؤسسات الغير ربحية. تمام، has benefited from the application of operational research مثل ايش؟ مثل في مجال الزراعة، water resources، والا انفايرمنت ترانسبورتيشن هيلث هذه المجالات يعني طبعا الهيلث على اساس انه يعني مش المستشفيات الخاصه المستشفيات الخاصه بتندرج تمام تندرج هنا تمام هنا على اساس انه المستشفيات الحكوميه اللي تقدم الخدمه مجانيه تمام طيب نشوف الان اللينير بروجرام The development of linear programming has been ranked among the most important scientific advances of the mid-20th century. And we must agree with this assessment. تمام. طبعاً ظهرت هذا الجدل. كما قلنا أنه ظهر بحوث العمليات بشكل عام في منتصف القرن العشرين ومن اول الاشياء اللي ظهرت معنا في بحوث العمليات وما زال الى الان يتطور هذا العلم تمام غير شوف لو جينا نقول مثلا ده فرع يعني هذا فرع من فروع الرياضيات اللي ظهر في منتصف القرن العشرين تحديدا في فتره الحرب العالميه الثانيه لو جينا مثلا لفروع اخرى من الرياضيات الجبر نسبه الى جابر بن حيان اللي عاش في عصر الدوله العباسي صح ولا لا؟ طيب هل قبل يعني من قبل جابر بن حيان ما كانش في جبر؟ الا كان في جبر تمام طيب الهندسه الهندسه تمام طيب الاقليديه هذه اللي تقول طيب نسبه الى اقليبس الفيلسوف الاغريقي هذه كانت يعني في عصر ما قبل المسيح يعني لاكثر من 2000 سنه طيب هل مثلا الفراعنه اللي حضارتهم تمتد الى اكثر من 5000 سنه ما كانش عندهم خلفيه بالرياضيات
الا ولا كان عندهم خلفيه وخلفيه كبيره. دليل على هذا انه لما يكون في عندك الهرم الاكبر في عندك مش في عنده